السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحياتنا القلبية لكم، أما بتجربة طلبة أحد الأخوة ولكن بقت بالفشل، هي كيف طريقة تنظيف أو إزالة المادة اللاصقة عن وحدة السيطرة الإلكترونية اللي بتجي شديدة، وللأسف ما تفاعلت. نرجع على طريقتنا اللي ممكن تضل 7 أيام حتى يرفع المادة اللاصقة عن الكنترول يونت. اليوم رح نختار نحن وياكم موضوع جديد، وللأسف الشديد فاتن لكتير من الناس، وكتير من الناس ما قدرت تعمل معه، هي خرائط أو الاحتياجات اللازمة من خرائط بتتضمن كتير من بوت مود، من مطارح البي بلس أو الجراوند. بتوجهك بالطريقة الصحيحة كيف تقدر تعمل شيء اسمه ريفلاش عن طريق إن كان كيتاج أو كان متواجد عندك جهاز نوع تاني، بياسيني أو جاليتو أو أي نوع مبرمجي، تقدر تعمل ريفلاش للكمبيوتر عن طريق البوت مود. ننتقل نحن وياكم على الكمبيوتر ونشوف نحن وياكم كيف طريقة تثبيت البرنامج. برنامج جدا سهل، ما بده تعمل انستول لاي شيء، هو عباره عن HTML. ننتقل نحن وياكم نشوف الخطوات ونطلع على البرنامج، ونراكم على خير. ما تنسوا تدعمونا اكيد باللايك والسبسكرايب والشير اذا عجبك الفيديو. بالنهايه المستفيد الاول والاخير انت، ادعمنا تزيد من محتوانا العربي. اوكي، رجعنا على الكمبيوتر. بتقوم بعد ما بتقوم بتحميل الملف، بتقوم بتغيير الاسم الملف مثل ما واضح لنا، بعد ما بتقوم بفك الضغط بتقوم بتغييرهم، وهلا صار يشتغل طبيعي. ما بدك تعمل اي انستول، منك مضطر تعمل اي انستول ولا مضطر تنزل اي برامج مساعده. بتلاقي بهالطريقه رح يفتح عندك البرنامج او HTML. فيك تدخل على، في كتير كنترولات، هالكنترولات اكيد وهالخرائط بتساعدك عن طريق معرفة بعض التفاصيل مثل كالاين او الكان هاي كان لو و الباتري بلس او النيجاتيف، يعني اما الايجابي اما السلبي. واكيد مثل ما عم نشوف هون في عندي انواع كتير، مثل بوش، انواع بوش مثل من واضح عنا. هيدي اكيد بتساعدك تاخد فكرة اقل تعديل قبل ما تشتري، حتى اذا ما كان متواجد عندك مبرمجي، لانه هالخرائط متواجدة مجموعة من كيتاج، من جاليتو، من كتير، تم جمعة بملف واحد مضغوط وصيغته قليلة، واكيد رح تساعدك. هون عم نشوف كيف طريقة البوت مود، كيف تدخله، وكيف طريقة التوصيل لهالكنترول يونت. ما تنسوا تدعمونا باللايك والشير. رح اوضع لينك البرنامج اكيد ما رح اقدر اوضعه بالديسكريبشن او صندوق الوصف، رح اوضعه بتعليق تحت وارفعه لفوق مشان يضله موجود ومتواجد. بتمنى انه تحمله قبل 48 ساعة، لانه ممكن بعد 48 ساعة كمان يقوم بتوقيفه. البرنامج بيشتغل فقط على الكمبيوتر، ماني مجرب صراحة اذا بيشتغل على التليفونات الاندرويد، او اكيد ما هيشتغل على ايفون. فيك تجربه على البي سي، وانا بضمن لك بهالطريقة انه يشتغل بطريقة صحيحة. بنشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.